سلام. الواحد يبغى يعمل تغيير، الواحد يبغى يعمل تحول في حياته، يعني يبغى يغير حياته للأفضل. هذه ما بتكون ب إنه الواحد قاعد وحاط إيده على خده إنه أبغى الدنيا كلها تجيني ويتغير كل شيء، لا، الواحد لازم من جوا يتغير عشان اللي برا كله يتغير. أنا هحكيكم عن تجربتي. أنا كنت أعتبر نفسي إني أنا محظوظة ولله الحمد من فضل ربي إنه قلبي انفتح لي إني أعمل التحول هذا في حياتي. فالله ساعدني من يوم ما قررت إني أنا أبغى أغير، أبغى حياتي تصير للأفضل. إذا الواحد يبغى يغير لازم يكون في شوية مجهود. يوغا التنفس اللي أنا الآن إلى الآن ما يعني ما زلت أعمل هالكلام هذا من سنين كثير. وقفتها يمكن شهرين وشفت الفرق، يعني كنت I was going down لأنه كان عندي depression وكثير ريحت لي نفسيتي، فقلت لا ما هي مزحة يعني لازم أكمل، وكملت لي سنين عليها والآن بعلمها كمان يعني الحمد لله. بس شفت فيها يعني تغيير جبار في النفسية. يوغا التنفس هذه إيش بتسوي؟ إن شاء الله هعمل فيها كورس بإذن الله وححطه يعني في الويب سايت حقي. يوغا التنفس بتعادل الهرمونات في الجسم اللي هي بتلخبط كيان الواحد كله وموده ووضعه، بتعادل الكوليسترول، بتعادل ضغط الدم، ووصلوا برضو لمرحلة فيها إنها بتعالج الكانسر. مدتها في اليوم 20 دقيقة، إن كترت 25 دقيقة. والواحد ممكن يمارس التأمل برضو هو قاعد يعملها. كانت نقطة أساسية في التحول للأفضل. بعدين بتعلي هرمون السعادة وبتقلل هرمون الكآبة، يعني الواحد بس يخلصها مع أنه ما عمل مجهود، ما سوى شيء، هو بس قاعد بس بيعمل تنفس بطريقة معينة. الأكسجين هذا بيشتغل على كل الجسم، من الناحية الصحية، من الناحية النفسية. وهذا كان أول شيء. ثاني شيء الرياضة. الرياضة مهمة جدا جدا جدا. الواحد له خلق، ما له خلق لازم يسوي رياضة، يعني حتما ولابد ومن كل بد وإصرارا وإلحاحا لازم الرياضة، لازم. يعني خلص هو الواحد ما يفكر أساسا لسه حلبس الشراب ولسه حلبس الشوز وانتو بكرامة ولسه حلبس ومش عارف ايه وعلى بال ما أمشي وعلى بال ما أطلع. أبيض هنا لا تفكروا في شيء، لا تفكروا في ولا شيء، just قوم وألبس بسرعة وأطلع. لازم الرياضة، بس مش كل يوم كل يوم كل يوم، عشان الواحد كمان لا تتعب نفسيته، لأنه الواحد بيعمل مجهود نفسي عشان يقدر يقوم وكمان جسدي. كل يوم كل يوم الواحد حيتركها في الآخر، لا، يخليها 3 أيام في الأسبوع. يختار الأيام اللي يبغى يعمل فيها الرياضة لما يشوف إنه في مجال نفسيا كده وموده إنه ممكن. و45 دقيقة في اليوم في المرة الواحدة، يعني ما تقول نص ساعة ولا 20 minutes، 45 minutes، عشان الواحد يحس. يعني هذا أقل شيء ممكن الواحد يعمله في أسبوع. تبغوا 4 أيام it's okay. أنا ما أنصح، أنا مهم عندي إني أكون بالانس، والاستمرارية هي اللي بتعطي نتائج. طبعا الرياضة أنتوا عارفين كويسة للجسم، بتعلي هرمون السعادة، بتعطي صفاء ذهن، مريحة. الرياضة حلوة، الواحد بيعرف ينام في الليل كويس. فمهمة جدا الرياضة. مو لازم تكون الرياضة السويدية أو أي رياضة تحبوها، لو مشي. الآن ثبت علميا أنه المشي السريع أفضل أنواع الرياضة.
احسن من الستيب بوكس، احسن من الكناليتكس، احسن من نط الحبل، انواع رياضات كثير. التريدميل ترى انتبهوا للركب مره سيئه، وللظهر اسفل الظهر. فالمشي السريع هو افضل رياضه الان اكتشفوها، ما بتاخذ مجهود كثير. حتى لو اني انا همشي في الحر برضو عادي، ايش المشكله؟ يعني كلها سموم بتطلع من الجسم. واحنا على فكره يعني وي جلو، احنا الستات، انتوا الرجال اللي بتحرق. قلنا اليوغا، الرياضه، العباده والايمان، هذه اللي هي الغذاء الروحي، لازم الواحد يكون عنده غذاء نفسي روحاني، لازم يكون في اتصال مع الخالق اللي خلقني واللي بيدبر أموري واللي بيحبني لما ما يكون في أي أحد حولي، لما أكون لحالي هو معايا دايما. الإيمان ده بيغذي، يعني أنا بالنسبة لي هو الأساس، بيغذي الحروق وبيغذي الجسم والعقل والبصر والبصيرة والصحة، وبيعطي رونق وبيعطي بشاشة في الوجه، وبيحلي الواحد، بيجمل وبيخلي وجهه نضر، وحياته كلها منورة. لازم العبادة، لازم الإيمان. أنا مش حقنع إنه بأي شيء، الله موجود والله حبيب قريب للي يبغاه. الغذاء الروحي هذا هو الأساس، هي هذه الدبدبات هي اللي بتعطي الروح هذه للوجه، للعين، للكلام اللي بنقال، للبادي لانجويج، كله من الروح، من العبادة، من الإيمان. يعني صلاة رائعة. اللي كان يعني أنا شايفة أنه هذه قلنا يوغا، رياضة، عبادة، يعني أنتوا عارفين الصلاة إيش بتسوي؟ بس الصلاة هي لما الواحد بيوطي على الأرض، الأرض معروف إنها بتسحب كل النيجاتيف إنرجي اللي في الجسم من هنا، من هنا الواحد يحس إنه متواضع، إنه في أحد فوقه. كله لما يكون على الأرض، الركب، الأيادي، كلها بتسحب الطاقة السلبية. الموية اللي بغسل فيها بتغسلني من أي شيء سلبي في جسمي أو تعرضت له. طبعاً المناجاة مع رب العالمين مش هدخل لكم في حصة الدين الحين، بس مهمة جداً العبادة، هذه تحول رهيب، حسن الظن. إيش كمان أشياء براكتيكال؟ الأكل. شوف الأكل اللي يخليك، اللي يبهجك، اللي يسعدك، اللي يعني أنا أشوف إنه كل جسم وقابليته الأشياء. يعني ممكن شخص مثلاً يأكل فواكه يحس إنه معدته تعبانة شوية، شخص تاني بالعكس يحس بنشاط. فأنا مع النشويات بحس بخمول وكل النشاط اللي عندي راح، مع البروتين بالعكس بحس بنشاط وجسمي بيكون معتدل. يعني ما حقدر أقول طبعاً، يعني الغذاء الصحي وحلو الواحد يكون يبحث ويشوف هذا إيش فايدته، هذا إيش يعمل، وأكل من ده وأعمل عصير كذا خضار، يعني يكون طيب لما الواحد يحليه بعسل، مش غلط يعني الواحد يشوف الأشياء اللي يحس إنه كده جسمه بيشربها، فهذه معناها الجسم محتاجها، وكيف بيحس بالأكلات هذه. الأكل طبعا، أيوة، والنوم، النوم 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 جدا مهم. أنا إذا ما نمت بصير خوازن تاني، جدا مهم الواحد ينام وهو مرتاح. يعني
ما حاجة أقول لكم الليل والنهار والكلام ده، أنا I'm a night person، أنا أحب الليل، لكن بحرص برضو أني أنا أنام بدري يعني قد ما أقدر. يعني أنا بالنسبة لي بدري يعني 12 واحدة كده الواحد يلحق بعض ليل كده عشان الغدة الصنوبرية تتغذى، برضو العقلية والتفكير هذه أساس، إن الواحد يحلل الأمور ويفكر فيها بتفسيرات مختلفة. لما يلاقي فيه تفسير سيء بلاش يعني بلاش منه، خليه يحاول يلاقي له مخرج منه. يعني مثلا هذه أساسا ما سألت عني ولا كلمتني ولا إلا عشان كانت تبغى حاجة، بلاش إلا إذا عشان كانت تبغى حاجة خليها إنه سألت واتصلت وتبغى تسلم، خليها كده هي كده، خليها كده مش غلط. بكذب على نفسي؟ لا ما بكذب على نفسي، لأنه هذا الظن الطيب بيجيب لي أشياء طيبة وحلوة. ما حستفيد شيء لما نقول له هي كلمتني عشان تبغى حاجة، ما حستفيد شيء، حيجيب لي أكثر من ناس مصلحجية. أنا جايب طبعا مثل بسيط، خلي التفسيرات تكون حلوة. الواحد يصحى كده آخر شيء الواحد يفكر فيه قبل النوم، أنتوا عارفين أنه آخر شيء يفكر فيه قبل النوم مهم جدا، لأنه يعتبر كأنك لتسي أنت بتنام لايك 8 ساعات، مخك قاعد بيشتغل بالموضوع هذا اللي أنت فكرت فيه قبل النوم 8 ساعات طول ما أنت نايم من غير ما تعمل أي مجهود. يعني كأنك أخذت كورس 8 ساعات مخك شغال فيه طول ما أنت نايم. فمدام الموضوع بالطريقة هذه، ليه ما أفكر في أشياء حلوة؟ ليه ما أفكر في أشياء أبغى أحققها؟ ليه ما أفكر في أشياء أحبها أو أبغى أعملها؟ وبرضو مهم جدا لما الواحد يصحى من النوم يصحى بابتسامة، يصحى بأفكار حلوة، لأنه يومك كله حيكون يعني أنت بتأسس يومك. يعني هذه أشياء بسيطة ما أعتقد أنها صعبة جدا الواحد يطبقها. خلينا نأخذها خطوة خطوة. هذه الأشياء الرئيسية اللي من جد عملت لي تغيير للأفضل في حياتي. سلام.